السلام عليكم، يعطيكم العافية. بهذا الفيديو راح نحكي عن واحدة من أهم الفيتشرز الموجودة ببدلات الصوت الـ SMB اللي هي الـ E-Fax أو الـ Virtual Fax. الـ E-Fax أو الـ Virtual Fax ممكن نسميها الـ Fax to Email كمان. إلها استخدامين. أول استخدام إنه أنا ممكن أي فاكس توصل على الأرقام اللي موجودة على بدالة الزونت الـ SMB، ممكن يجي الـ Attachment Email Notification على الإيميل أدرس تبعي، تمام؟ هذه أول فيتشر. تاني فيتشر، أنا ممكن ما يكون عندي Device Fax فعلياً بالنتورك، ممكن أنا من الويب انترفيس أبعت فاكس باستخدام الأرقام اللي موجودة على بدالة الزونت الـ SMB لأي destination، فاكس للطرف الثاني لأي شركة مثلا. والـ inbound routes زي ما قلنا، أي فاكس بيجي على أرقام البدالة، أنا ما عندي فاكس ماشين، فالفاكس رح يجيني attachment على إيميلي. طيب أنا كيف أعمل set up للـ virtual fax أو الـ e-fax؟ أول إشي اروح على سيستم ايميل زي ما شرحنا قبل، عشان استخدم موضوع الاتاتشمنت فاكس نوتيفيكيشن يجي لي الاتاتشمنت على الايميل ادرس تبعي للفاكس، لازم اعمل ايميل ادرس تستخدمه بدالة الزونت الـ SMB عشان تبعت منه ايميلات. فراح اعمل الايميل سيت اب كامل، ولما اخلصه في عندي الفاكس تمبلت. اي فاكس بوصل على ايميله راح يجي بهاي الصيغه، الرقم from زي ما احنا شايفين، وممكن اغيرها زي ما احنا شايفين، واسم السبجكت. يعني انا ممكن كل هاي الامور اعملها configuration كيف انا الفاكس notification حيجي للايميل ادرس تبعي. بعد ما اخلص الايميل سيت اب، راح اروح على فاكس، اختار فيرتشوال فاكس، بعدين اختار فيرتشوال فاكس ليست. لازم اضيف فيرتشوال فاكس جديد اللي هو الاكستنشن الوهمي اللي خاص بالفاكس. الفيرتشوال فاكس بيكون IAX اكستنشن، فمثلا فاكس نيم بسميه فاكس، فاكس اكستنشن مثلا بختار اكستنشن مثلا 899 مثلا. associated email راح احط الايميل ادرس تبعي، هذا الايميل ادرس اللي حيوصل النوتيفيكيشن باي فاكس بوصل على البداله. والسيكريت بختار اللي هو الاكستنشن ريجستريشن باسورد، وهو كمان برضو بيكون راندوملي، ممكن اخليه زي ما هو الديفولت. بالنسبة للكنتري كود راح احط الكنتري كود بالكويت لو انا بالكويت مثلا. بالنسبة للكولر اي دي نمبر والكولر اي دي نيم، هو الرقم اللي على البدالة اللي حستخدمه لخاصية الفيرتشوال فاكس. لو فرضنا انه هذا رقم موجود على بدالة الزونت الـ SMB، هو اللي حيكون خاص بموضوع الفاكس تو ايميل او الاي فاكس. بعد هيك بعمل سيف. بعمل ابلاي. طبعا الستاتوس زي ما احنا شايفين initializing، فانا بستنى شوي او ممكن اعمل ريفرش للصفحة لحد ما تصير الستاتوس running and idle. طيب لو رحنا على BBX extensions راح نشوف ال virtual fax اللي هو بالاكستنشن 899 اللي انا عملته. هيك انا بتأكد انه الفيرتشوال فاكس اشتغل running and idle. بضل عندي بعدين بالانباوند روت، لو مثلا فرضنا هذا الرقم بدي استخدمه فاكس واتصال، زي ما قلنا قبل هذا الانباوند ديستنيشن الطبيعي، ممكن اعمله كIVR زي ما قلنا recommended لو انا بدي الرقم يستخدم كفاكس واتصال نفس الوقت. يفضل انه الانباوند ديستنيشن يكون IVR، وبالادفانسد فاكس ديتكت راح اعمل يس.
طبعا fax detection type حسب نوع الخط اللي حيستخدم للفاكس، هل هو خط ارضي FXO ولا SIP، على ضوءه بختار. لو ده دي يعني FXO، والسب اللي هو السب ترنك دي اي دي نمبرز. فرضت انه انا هستخدم السب، وفاكس ديستنيشن راح اعمله اكستنشن، وراح اختار اكستنشن فيرتشوال فاكس. فهيك بصير اي فاكس بوصل على الرقم اللي انا شايفه راح يوصل ايميل نوتيفيكيشن للفيرتشوال فاكس بالايميل ادرس اللي احنا عملناه بالكونفيجريشن. هذا الايميل ادرس هو اللي حيستقبل اي فاكس بوصل as attachment بالإيميل. هذا بالنسبة للإنكومينج. طيب كيف أنا أبعت فاكس من بدالة الزونت الاس ام بي وأنا ما عندي فاكس؟ طبعا بعد ما أعمل الأوتبوند روتس وأضبطها راح أروح على فاكس فيرتشوال فاكس سند فاكس. طيب فاكس ديفايس تيوز راح أختار الفيرتشوال فاكس اللي انا عملته destination fax number. لو فرضنا انه انا بدي ابعت لهذا الفاكس، تمام، لو فرضنا انه الاوتبوند روت انه الرقم دايركت بالكويت، فانا ما ححط اي بريفكس الرقم دايركت. لو انا بالاوتبوند روت حطت 9 بعدين الرقم لازم احط 9 قبل الرقم. طيب الفاكس ما بدي ابعته عندي حالتين، يا اما تكست ممكن ابعت التكست هاي تست، او ممكن اعمل فايل ابلود PDF فايل موجود على جهازي مثلا زي ما احنا شايفين، ممكن اختاره واعمل سند. فهذا PDF فولدر راح ابعته as a fax للرقم اللي انا شايفه قدامي. وزي ما قلت قبل ممكن انا اعمل كتابة تكست، كتابة اكتبها يعني نص انا اكتبه معين. طبعا بعد ما اعمل سند راح تتم عملية بعت الفاكس، كأنه الويب انترفيس صار عبارة عن فاكس ماشين. طبعا وعندي فاكس كيو، ممكن بالفاكس كيو اشوف الجوب اي دي لكل فاكس والستاتوس تبعته اذا هي وصلت او لا، وممكن انا اعمل كنسل جوب لاي فاكس انا ببعته لو حبيت الغيه.